زي ما نقول اللي جاي ليهم. طيب خلينا نروح للنجم الكبير ايضا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. يا كابتن ياسر الف الف مبروك اولا على هذه البطولات، والف مبروك على دائما التالق الكبير للنادي الاهلي خلال هذه الفتره في كره اليد وفي كل الالعاب الحقيقه. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، وبنبارك للكابتن خالد العوضي على الانجازات الكبيره اللي حققناها في جميع الالعاب. يمكن دي انجازات غير مسبوقه، فدي حاجه كانت حاجه جميله السنه دي. واللي احب اضيفه الشكل والروح اللي اتخلقت السنه دي جوه الفرق. يعني الاول مره من فتره كبيره بنلاقي ان جميع الالعاب مترابطه، جميع الالعاب قاعده بتتفرج على الفرق الثانيه، كله بيتفرج على بعضه. صح بالظبط، وكلنا حابين الناس كلها تكسب. يعني الروح دي ما كانتش موجوده قبل كده، فدي حاجه برضو تحسب لكابتن خالد العوضي. الروح الجميله اللي كانت موجوده السنه دي بين الفرق وبعضها، سواء على مستوى الرجال او على مستوى السيدات. طيب كابتن ياسر، السنه دي سنه رائعه الحقيقه في كره اليد. أهم الصعوبات اللي واجهتكم في بداية الموسم وقدرتوا تتغلبوا عليها لغاية لما وصلتوا لنهاية الموسم، إن أنتوا خدتوا بطولات، خليني أقول لك بمنتهى الصراحة وعلى الهواء مباشرة، أن لم يكن هناك توقع من جمهور، أنا بقول لك الحقيقة لم يكن هناك توقع من جمهور النادي الأهلي إن إحنا نقدر نفوز بهذا العدد من البطولات. وعلى فكرة دي شهادة تقدير لكل العاملين في الجهاز نشاط الرياضي و الجهاز الكرة اليد، وطبعا قبلهم مجلس الإدارة. طبعا أولا طبعا بنشكر مجلس الإدارة على الدعم الكبير من أول السيزون، إن هم كانوا يعني دعم كبير جدا، سواء كابتن محمود الخطيب أو أعضاء مجلس الإدارة كابتن عمري وكابتن خالد مرتجي، كلهم كانوا واقفين في ظهرنا من أول السنة، مع إننا في أول موسم خسرنا كتير برضو. حاولنا نشتغل نفسي على اللعيبة، اللعيبه كان عندها مشكله وحاجز نفسي كبير من الخسائر المتتاليه. احنا قعدنا نشتغل على الكلام دوت، وطلعنا معسكر سلوفينيا وعملنا ماتشات هايله، ورجعنا كنا متوقعين ان الفرقه تكسب خلاص، مفيش حد هيقف قدامنا. خسرنا تاني، فضلنا ندعم برضو نفسي، وفضلنا يعني ورا الفرقه لحد كسبنا بطوله السوبر السنه اللي فاتت في دي، برضو كانت حاجة كويسة، ادت دفعة شوية للعيبة. لما رجعنا وابتدينا، يمكن انا جيت مع كابتن خالد قلت له المدرب خلاص، المدرب ده مش هينفع يكمل مع الفرقة. حسيت ان في حاجة اتكسرت بين اللعيبة والمدربين. فجينا تعاقدنا مع ديفيز، كابتن خالد نجح في التعاقد مع ديفيز، ودي كانت صفقة هايلة، ودخلنا محمد ابراهيم، وكان معانا كابتن احمد سالم برضو قبليه. كل الناس دي كانت اضافه للفرقه ودعم للفرقه. ديفيز بصراحه عمل نقله كبيره في الفتره الاخيره دي للفرقه، وقف الفرقه على رجليها، ان الاولاد بقى في ناس كتير رجعوا لمستواهم، وفي ناس ما قدرتش ترجع لمستواها. فالحمد لله الشغل دوت اثمر في النهايه للبطولتين اللي جم ورا بعض، الدوري والكاس، وبعديهم ختمنا بالسوبر الافريقي، وكنا نتمنى طبعا بطولة افريقيا وراهم كانت تبقى يعني حسن الختام، ولكن ما وفقناش في ده كويس جدا الحمد لله. يعني طبعا دائما بنطمع في المزيد، ولكن ده الحمد لله. الحمد لله طبعا، يعني واضافه بقى على كده قطاع الناشئين. ايوه، يعني احنا الحمد لله حققنا انجازات كبيره في قطاع الناشئين. احنا خدنا الدرع السنه دي، كان يمكن الدرع كان غايب بقاله 3 سنين عن قطاع الناشئين، السنه دي احنا واخدينه بفرق 22 بونت عن الثاني. ايوه ايوه، برضو كان انجاز غير مسبوق. لا واليد سيدات برضو اعتقد الوصول المركز الثالث في بطوله الافريقيه او الكاس الميداليه اللي قدامنا دي، طبعاً اعتقد طبعاً انجاز اول مره تحصل. دي حقيقه، يعني الناس متخيله ان احنا خدنا الثالث ده، فلا احنا الثالث ده كان اول مره يحصل في تاريخ. الناس فاكره الثالث ده سهل، الثالث ده سهل، لا ده كان تعرف افريقيا يعني وتكسير صعبه جدا. بس عايز اقول حاجه، طبعا خلي بالك ان البطولات الافريقيه سيدات اصعب من الرجال. ايوه ايوه صحيح، يعني على مستوى افريقيا لا السيدات اعلى من الرجال بكتير، فدي كان طبعا كان انجاز هايل حققنا السنه دي، وان شاء الله يعني احنا بنشتغل
على نفسنا ان احنا سنه نحاول بقى ان احنا كمان نبتدي ننافس على البطوله. يعني فدي عايزه بقى شغل بقى تاني وشغل نفسي ان انت ازاي تكسر الحاجز بتاع انجولا. زي بالظبط البنات عندهم بالزبط. مشكله ان انجولا دي احسن فرقه في افريقيا. احنا مش شايفين يعني احنا كجهاز وكاداره ويمكن معايا الكابتن خالد يوافقني في القرار ده، لا احنا ممكن مش بعيد ممكن ان احنا نكسب بالشغل بالشغل نقدر ان احنا ننافس على البطوله ان شاء الله ان شاء الله. بس عايز اقول على حاجه مهمه قوي. اتفضل. كابتن ياسر لبيب طبعا نجم كبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر طبعا، لكن هو في الاداره شغله ما شاء الله عليه بصراحه لامم الامور. بمعنى هو ياسر من النوع اللي هو الصامت شويه. يعني ايه الصامت شويه؟ بيقعد يشتغل برده اوض مقفوله بقى بجد يعني اكثر كثيرا من الناس، ودايما دؤوب يعني دايما تلاقيه الصبح الساعه 9 ونص 10 في النادي، الساعه 4 5 ماشي دلوقتي. الطبيعي بقى بعد كده يكمل يروح مدينه نصر وهكذا. ما شاء الله عليه بشكره جدا وبقول له كابتن ياسر ما شاء الله عليك يعني حاجه اسعدت الجمهور، بس لسه عايزين الكتير طبعا من قطاع الهاندبول. كل الناس مستنيه قطاع الهاندبول يكسب كل حاجه يا رب في السنه الجديده باذن الله. هو وديفيد وابراهيم وكابتن احمد سالم وكل الناس وكابتن محمد عادل كل الناس على كل اصعيده مستنيين منهم الكتير. يا رب ربنا يوفقهم. قطاع السيدات قطاع مهم جدا فعلا، تعبوا لما وصلوا الثالث، بس ان شاء الله في استمراريه ليهم. عندهم افريقيا اعتقد في الكونغو، وعندهم كمان الاهلي بالمناسبه هيترشح للسوبر الافريقي. لان السوبر الافريقي اول وثاني اول وثاني، فالاهلي الاثنين بتوع انجولا بيكونوا اول اثنين في كل بطولات فالاهلي طلع ثالث في الكاس، هيسافر ياخدوا الثالث. هيسافر أوكي. هيسافر السوبر الافريقي ده في شهر 5 اللي جاي. اتمنى لهم التوفيق، اتمنى لقطاع الاولاد لسه اثنين افريقيا مهمين، رابع العالم في اخر بطوله سافرين السوبر جروب في 10، بدون شد حيلكم الناس مستنيه منكم كتير. كابتن ياسر بقول لك الف مبروك على موسم جميل، لكن الناس لسه مستنيه كتير 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 كتير. ان شاء الله يا كابتن خالد ان شاء الله دايما ربنا يوفقك يا رب، حسن ظنكم ان شاء الله والاحسن دايما باذن الله باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن ياسر على وجودك معانا. شكرا للنجم الكبير كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي.